يا سمير ابو سيف، ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، العيال داخله بايه ده؟ ايه ده؟ قولوا العيال بسم الله الرحمن الرحيم. مقطوره راجعه في ايه؟ مرحبا اصدقائي. ايه وده كده؟ عشان العيد يعني، بمناسبه العيد. والاختراع العفريت. ايه ده؟ طب نزل لي كده، مش شايف. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا ولد، لما نشغل ال، ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ اختراع. انتوا عاملين كل واحد على بوريو على هوز. ايوه. طب بص بقى، انت تديني طريقه التحضير وانا باكل. ايوه اديني طبق وملعقه. السيده ملعقه. ايوه شكرا 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 يا ابني. دي ايه الحاجات الغريبه دي؟ ولادي يصنعون الزغاليل المقليه. اجل ابي، عايزك بقى تحكي لي انت وهو عملته الكيكه. ايه دي يعني اسمها؟ استنى كده، اسمها ايه؟ طيب كعكه العفريت. كعكه العفريت. اشكر لنا يا استاذ يوسف. عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ مرتو. ايوه. فريسكه. ايوه. بس احنا حطيناش الفريسكه عشان مش فريسكه. اديني المكونات، ماليش دعوه انت اشتريت ايه من السوبر ماركت. ماشي. فريسكه. مرتو. ايوه. بوريو. وايه تاني؟ وايه تاني؟ لا بوريو مش بوريو. وهوز. وعصير كراميل. عصير كراميل. او اي حاجه، مش لازم. هو في حاجه اسمها عصير كراميل؟ لا، حليب بالكراميل. حليب بالكراميل. اي حاجه، مش لازم كراميل ولبن بخير. ودلوقتي احنا لازم نذوق طبعا عشان نقول ايه راينا في العيال عملوه. انا حاسس احساس غريب وانا شايلها في ايدي كده. ساقعه؟ ايه ساقعه؟ ايه دي؟ عامله زي، قصدي دي جميله خالص. هو ده ورق اللي انتوا حاطينه فيه؟ ده اللي بيعمل فيه كب كيك. كب كيك يعني ده بيسيح؟ يعني بيشرب ميه ولا بي؟ لا لا، بيخرش يعني. الحمد لله الحمد لله، بتاع الحاجات دي يعني. طب ودلوقتي احنا عايزين ندوق. امسك كده. ده طرق شعور. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. مش لازم انا يعني، انت خليك في اللي انا فيه. ده حاطين عليه فاكهه ولا هو ايه ده؟ الحاجات المدلدله دي. المدلدله ديت بسكوت بالشوكولاته. المدلدل ده بسكوت مش اللي انت بتحبه. المدلدل ده انا بحبه. لا والله جبرت بخاطري يا ابني، جبت لي المدلدل اللي انا بحبه. الحاجات مدلدله. بسم الله الرحمن الرحيم. طب وايه اللي منعكش ده؟ على فكره صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايف عليه. مكسرين عندهم. لا يا عم مش طويل. تخيل دي بكام؟ بكام؟ الوجبه دي كلها بكام؟ ب 13 جنيه. لذيذة جدا. بس اللي ما كان عند امك. عايزك تقول لي بقى، يلا دوق وقول لي ايه رايك؟ اهي. عندك برضه حاجات مدلدله. اجل اجل ابي. يبقى ده يا جماعه احنا مش هنقول عليه طبق الايه، انتوا مسمينه ايه؟ طبق العفريت. لا احنا هنسميه كعكه، الكعكه المدلدله. دي كعكه مدلدله. يبقى كده يا جماعه دي الكعكه المدلدله. ماشي. لوم 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 لوم. لا بس لوم لوم. طعمها جميل قوي. الكعكه المدلدله طعمها حلو، مليانه بالشوكولاته. لا بصراحه انا دقتها جميله يا جماعه. انا انصحكم تعملوا اللي هم عملوه ده ودوقوا الكعكه المدلدله وتقولوا لنا ايه رايكم. بتحط عليها بريسكو. ايه ده انت حدفت عليا حاجات؟ مش مشكله، كمل كمل. وعليها بسكوت بعجوه. ده هي بتدلدل من البق كمان، ده فعلا هي الكعكه المدلدله. فريسكا حمراء بدل فريسكا اللي هي الدجاج. لا فريسكا حمراء. لا عرفنا كده سر الطبخه. 3 جنيه احسن واحده. طب والدلدله دي جايه منين يا سمير؟ جايه من المولتو. ماشي. ده بزلطة كمان. الله يرزقك. دي جايه من العجوه. حلو يا جماعة، عايزكم تجربوها وتقولوا لنا ايه رأيكم في عمايل سمير ويوسف. الكيكة اللي ايه؟ قلنا اسمها ايه؟ المدلدلة. الكعكة المدلدلة. سلام. مدلدلة. قول سلام بقى عشان نقفل. سلام.